وصل لختام البرنامج الصباحي، وهلا وقت عن جد هلا وقت نحكي عن مؤتمر اللغه العربيه اللي رح يصير بكره بجامعه الويزه. هذه اللغه يلي هي جزء من هويتنا، جزء من ثقافتنا يلي لازم نتمسك فيها، حتى لو اولادنا بدهم يحكوا لغات اجنبيه ولكن لازم تكون هي اساس اللغه المشتركه في المنزل بين الاصحاب في العائله الوحده. كل التفاصيل رح نحكيها مع دكتور سلمى عبد الله، استاذه جامعيه كاتبه وباحثه. صباح الخير. صباح اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك. مش الحال يعني على الاستضافه. اهلا وسهلا. قديه مهم اليوم انه عم نحكي عن مؤتمر اللغه العربيه بوقت تضيع اللغه العربيه من بين ايدينا وتضيع الهويه معها. صحيح. بصراحه اهم شيء ممكن نعمله هو انه نحكي عن اللغه العربيه، لانه اللغه العربيه هي الهويه، هي الذات، هي مين نحن، هي اللي بتميزنا عن غيرنا، هي الحضاره، هي التراث. ما فينا نستمر باللي نحن فيه، هيدا الضياع اللي نحن فيه، هيدا التبعية للآخر بكل شيء، هيدا بيوصل للخراب يعني أكثر من ما نحن هلا. فضروري إنه نسلط الضوء على اللغة العربية وعلى كل ما يتعلق باللغة العربية، وتحديدا على تعليم اللغة العربية، على التأليف باللغة العربية، لأنه هيدا نقطة كمان كتير طبعاً مهمة. الكتابة باللغة العربية. نعم. شو رح يصير بالمؤتمر بكرة دكتور؟ يعني على شو رح يكون التركيز؟ على أسس وتطوير أو كيف نطور أو كيف نحافظ، أو هل رح يكون في قراءات؟ رح يكون في عنا قسمين بالمؤتمر. القسم الأول بركز على واقع تعليم اللغة العربية وكيف يمكن أن نطور هذا الواقع، وتحديدا رح نركز على أمرين. الأمر الأول هو كيفية استخدام الفنون في تعليم اللغة العربية، والنقطة الثانية كيف نفعل التفكير وتعلم مهارات التفكير، وخصوصا في المدارس وحتى في الجامعات. لكن أنا أؤمن أن الأمور تبدأ منذ الصغر. أكيد. يعني ما فينا نبني على كبر أمور مش مؤسسين لها مضبوط من الطفولة. يعني الجزء الثاني بركز على التأليف، التأليف الأكاديمي باللغة العربية في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى التأليف الأدبي. وتحديدا رح يكون في كلام على الرواية عند البالغين، لكن رح يكون في كلام على القصة عند الأطفال. وأنا شخصيا عملت دراسة كبيرة، رح يكون في ملخص لها بالمؤتمر عن قصة الأطفال، لأنه أنا أؤمن أنه الأمة التي لا تبني الطفل لا يمكن أن تبنى. يعني كيف يمكن أن ننقذ أمة إن لم ننقذ أطفالها؟ وأنا شايف اليوم الأطفال رايحين باتجاه كتير غلط بوجود هيدا الكم الهائل من الآلات حواليهم، هيدا العالم الافتراضي اللي عم بفوتوا عليه، وبالحقيقة يعني ما بعرف شو عم بيجنوا منه. أنا بعتقد أن قسم كتير كبير منه هو ثرثرة بلا فائدة، لأنني أؤمن أنه الأدب يبني الإنسان، ومجتمعاتنا ابتعدت عن الأدب. فكانت هيدي الفكرة أنه نركز على الأدب أكان عند الأطفال أو عند البالغين. نعم. والمميز بهيدا المؤتمر أنه بآخره في مشاهد مسرحية. هيدي المشاهد المسرحية حاولت فيها أني نفذ فكرة صار لفترة بتراودني، هي كيف يمكن أن نعلم قواعد اللغة العربية من خلال المسرح. حلو. فهذا مشروع يعني أنا هلأ عم بشتغل عليه، لكن رح يكون في عنا نموذج لقلو بنهاية المؤتمر منبين من خلاله كيف يمكن تعليم مهارات اللغة العربية على خشبة المسرح. المسرح لأنه مسألة كتير مهمة. صحيح. وهيك منكون كمان حولنا جزء من النظري لحيز التنفيذ، وسعينا لتجديد خيون يستمتعوا، خلينا نقول بقواعد اللغة العربية من خلال المسرح. صدقين الطلاب يلي عم يشاركوا بهيدي المشاهد بكل صراحة قالوا لي اللي تعلمناه بهالمشاهد ما تعلمناهن قبل بالمدرسة. شو حلو. انه حقيقة بقولوا أعطيني مسرحا أعطيك أمة. يعني المسرح بيبني الإنسان، بيبني شخصيته، كيانه، معرفته. الإنسان على المسرح هو إنسان آخر، إنسان انعتقت فيه لغة تحرر. فشغل كتير مهم نركز على هيدي النقطة وندخل هيدا التجديد لأساليب التعلم. أكيد. والتعليم أكان بالمدارس أو بالجامعات. طيب اليوم المؤتمر مين قادر يحضره؟ هل هو فقط لطلاب الجامعة يعني طلاب الويزة، أم في ناس من برا بتقدر تتواصل وتقدر تفوت وتحضره من أي ساعة لأي ساعة؟
المؤتمر متاح للجميع، ونحن وجهنا دعوات للمدارس، للجامعات، لدور النشر، لأنه نحن عم نحكي عن التأليف طبعاً كمان عن الكتب. فوجهنا كمان دعوات لدور النشر، متاح للمؤلفين، لأي شخص بهمه اللغة العربية، وطبعا للطلاب أكان بالجامعة عنا أو بأي جامعة أخرى. من خلال الجديد هلا انا بوجه دعوه عامه أكيد. يعني اي حدا بهمه هيدا الموضوع اكيد بشرفنا حضوره، بيستفيد من اللي رح نقدمه، ونحن بنستفيد كمان من خبرات الحضور. عنا مجال واسع لطرح الاسئله والمداخلات، فطبعا كله هيدا بيغني المؤتمر. مؤتمرنا بيبدا الافتتاح على 9:30 وبينتهي على الساعه 3. اوكي، فعندنا محورين مثل ما قلت لك، محور الأول بركز على التعليم، الثاني على التأليف، ومننهي بالمشاهد المسرحية. هلا هو الحلو إنه التعليم أخذ حيز أيضا، لأنه بتعرفي في بعض المدارس يعني يلي هي طبعا كل المدارس بتقدم اللغة العربية، ولكن في مدارس بتكون عندها اللغة العربية أضعف من صحيح. باقي اللغات، فهيدي نقطة جدا مهمة. يعني أوقات بيوصلوا التلاميذ يعني على صف كبير أو بيخلصوا مدرسة يمكن ما بيكونوا بعد بيعرفوا يعملوا ويكتبوا موضوع إنشاء يعني. صحيح. فهيدي نقطة كتير مهمة. إذن بكرة الكل على موعد أنهم يكون معكم ويشارككم بمؤتمر اللغة العربية وأدابة يلي رح يصير بجامعة الويزة ابتداء من الساعة 9:30 للساعة 3 الظهر. طبعا الدعوة عامة للطلاب، للتلاميذ، للمؤلفين، لكل شخص بحب يشارك بهيدا المؤتمر، حتى نرجع نعيد خلينا نقول وضعية اللغة العربية في هذا البلد في مناهجنا وفي دورنا. شكرا كتير لك شكرا لك دكتور سلمى، أهلا وسهلا فيك.